الإجهاز التام على معلمة تاريخية. ما جاش البلد ذاك الوقت وسميتو بحضور السلطة بأن الحلبة تاع العاب قوة، ولكن يلقاك ملي درتي مع شراكة باش دير المدرسة هنا وحصل شوية تاع العاب سميتها العاب قوة تاع العاب قوة راه كتكملك هذا سميتها كرة القدم. مدينة مليونية فيها من عند ديال الوضعفة، لو أن الجامعة ما تفضلتش علينا الجامعة ديال العاب القوة ما تفضلتش وعطات هذاك الملعب ديال الوضعفة ففين غيمشيو هاد البلاد؟ المسالي معنا شكون اللي كيخدم الرساله الملكيه هي العاب القوى وكنديروها في الفخر حنا كنخدموها والدليل ها هو هنايا هذا رساله ديالنا وين وعدها ما كيديش حيقتلونا وتما نبقى فاسدين لا عندنا هذوك الدرافين عندنا ونجيب دوك الثلاث بالوليدات الصغار فين عندنا كيما غير سي عمر كان سي فريك سي شاهين وسي فريك الله يرحمه وكان سي فريك نذكرو بخير كيجيبونا من المدارس دو بار دو وسي حواس وسي حواس الله يرحمه اللي مات هنا شهيد ديال العاب القوى السلطات المحليه ايقاف الاعمال الجريه اللي كنعتبروا حنا اعمال عشوائيه جريمه بكل صراحه كما قال السيد الكاتب على الجريمه في حق شباب هذه المدينه المعطاء الذي اعطى الشيء الكثير لرياضه العاب القوى ان هذا الملعب حداه جميع المنشات وجميع المؤسسات التعليميه حداه المستشفى حداه الامن حداه كل شيء وزياده على هذا هنا مجمع رياضي كاين لاشين الخيل كاين التنس كاين ملعب نادي القنيطري وهذا النادي القنيطري عنده قصه اخرى حتى هو الله ياخذ فيهم الحق خصوصا الملعب فهناك كان دارت واحد الصفقه دارتها البلديه دارت الحمد لله مزيان كنتسناو الناس يشرعوا في العمل كنتفاجئوا بالكاك كتحيد كتجي كترون في الملعب في الملعب اللي خصو يتصاوب كتحتلو كتفوت كتفوت نادي القنيطري لكرة القدم بغات تحتل هذاك اللي هو في اللي هو اللي حنا خصنا نستافدوا منه وحنا درنا هذا الاجتماع على اساس نوضحوا لهاد الناس بان راه حنا اللي حقنا في ذاك الدار خصهم يحبسوا هذا الشيء حتى يتم الشرح في العمل السلام عليكم بولدي ابراهيم كاتب عام عصبه الغرب الشرادة بن حسن لالعاب القوى ورئيس جمعيه الامل لالعاب القوى المؤسسه منذ 1999 اذا احنا نتواجد هنا بارضيه ملعب الصويري او اقول حلبه الصويري حلبه الصويري التي تم الاجهاز عليها نصف كلي والان اصبح الاجهاز كلي لماذا فبعد تفاؤلنا بمشروع حلبة لألعاب القوى وبالضبط والذي أعلن عنه السيد رئيس المجلس الجماعي مشكورا الجهود اللي بذلوها باش يخرج هذا المشروع نحن تفاجئنا بأن هنا ناس جاو وغادو تجهزوا على ما تبقى من هذه الحلبة احنا بلا ما نذكروا الأسامي المشروع راه غادي إن شاء الله في طريق التسوية لدى المجلس الجماعي لأن الأمور مادام الصفقة دازت والمقاول الفائز بالصفقة حصل على الصفقة فالمشروع تينتظر إلا بعد لي ديتاي تكنيك باش يتعلق البانو وأش نقول؟ نقول لهاد الناس اللي خربوا هذا الملعب الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم راه ألعاب قوى أم الألعاب راه منها تتنبت جميع الرياضات وشكرا ربما يمكن أن أقول أنا ما غاديش نمشي من 100 اتجاه لكن اتجاه واحد ربما هذه الوضعية اللي كانت تعيشها مدينة القنيطرة خصوصا ألعاب القوى خصوصا هذا الملعب ديال الصويري ربما هي وضعية شاذة على الصعيد الوطني لأن لا يعقل لا يعقل ولا يعقل الإجهاز التام على معلمة تاريخية ناخذ بحكم ناخذ محطة القطار رمافي ناخذ محطة القطار ما رابوش داخل المحطات تعوضوا ولكن الواجهة لأن الواجهة تمثل وجه المدينة الحقيقي فكذلك الملعب الصويري يمثل وجه المدينة في مجال ألعاب القوى فلا يعقل أن هناك أناس
يجهلون تماما معنى الرياضة ولا علاقة لهم لا بالرياضة من بعيد ولا من قريب، تهمهم مصالح أخرى. أنا ما كنمشيش على الاتجاه، كنمشي اتجاه واحد، تهمهم مصالحهم واتجاهاتهم التي لا يفهمها إلا هم وأناس يحيطون في فلكهم. لأن لا يعقل يتم الإجاز على هذا الملعب المعلمة بالرغم من المجهودات ديال بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، وبعض المواقف وبعض الاجتماعات اللي داز مع المجلس، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي. السلام عليكم. الدوي محمد نائب رئيس عصبة الغرب شرطة بن حسن لألعاب القوى ورئيس نادي سابو. المهم هذه المسألة اللي درسنا اليوم تخص ملعب الصويري، الشهيد ملعب الصويري، يمكن نطلقوا عليه اسم شهيد لأنه تطاول عليه الجميع وأكل من القصعة الجميع، خصوصا النادي القنيطري. فالمشكل ديال النادي القنيطري انه حطم جميع المبادرات، منها مسلك الدراسه والرياضه اللي حتى عليه صاحب الجلاله، منها ذوي الاحتياجات الخاصه. فين هما ذوي الاحتياجات الخاصه؟ فين غيمارسوا هذه الرياضه ديالهم وعندهم جمعيات رياضيه في جميع المجالات، لا في الباسكت ولا في الهوند ولا في العاب القوى. كاين رياضه للجميع، فين هي؟ هاد التوصيات ديال صاحب الجلاله كلها ضربت عرض الحائط، ولا من يحترم، لم يحترم اي حاجه، لم يحترم الانديه ولا الجمعيات ولا الوصايا ولا الانديه. ثم الالعاب المدرسيه، اين هي الالعاب المدرسيه؟ هذا المقر، هذا المحج، هذا كان هو المشتل ديال جميع الابطال اللي عرفتهم مدينه القنيطره وربما على الصعيد الوطني، لان الالعاب المدرسيه ثم الالعاب الجامعيه. واللي كنستغربوا هو تنكر النادي القنيطري اللي هدر 200 متر ديال البيست، عباد الله 200 متر ديال البيست اللي دون ترخيص من اي جهه، ليس لهم الحق في المساس بهذا المعلمه، خصوصا هذه البيست هذه. وكاينه مساله اخرى هي هاد التوفنو اللي كتسوى 200 مليون عباد الله، اللي داها تهزات في شاحنه، وعندنا الرقم ديالها، وعندنا المكان التي كبت فيه هذه الكميه من التوفنو. لماذا؟ من حملها ومن اعطى الترخيص لحملها؟ ثم كاين قضيه الاهم، هو ان نحن باذن الله سوف لن نصمت ولن نسكت، وسنفضح كل من له علاقه في تخريب هذه المسائل هذه. واخر نقطة هو ان هذا النادي القنيطري الذي تطاول على الجميع، احنا ابناء النادي القنيطري، لان ايام زمان كانت النادي القنيطري هي العاب القوى، كانت نادي واحد والعاب القوى، وحنا كننتميو، عندنا الشرف ديالو، غادي نبقاو ننتميو بالرغم من كثرة الاندية، ولكن غادي نبقاو ننتميو للنادي ديال العاب القوى، لانه هو الام ديالنا كاملة، وهي المدرسة ديالنا كاملين. الاساتذة ديالنا اللي كانوا هما السي شاهين الله يرحمه والسي كليكب الله يرحمه. ملعب الصويري مخصص لألعاب القوى منذ 1999، وكما كيعرفوا الناس القنيطرة بأن ألعاب القوى كانت في ملعب بلدي الداخل، وكانت فيها المسافة 500 متر. في 1999 كان واحد البرنامج سطرته الدولة بشراكة مع جامعة ألعاب القوى اللي كانت تساعد فيها سيد ديوري، وهذا البرنامج كان الهدف ديالو هو تنشيط العصاب الجهويه صعيد المملكه منهم قنيطره. المهم في 99 كانوا كما كيعرفوا الناس كانت جوج بلديات في قنيطره، كانت ديك الساعه كانت ولايه عشراده بن حسن، غير عشراده بن حسن كان تبرمجات سميتو واحد لابيست في ملعب الصويري بعد ما كان في ملعب بلدي. وها الوثائق وها البيبي تاع 25/11/1999 كان حاضر فيها السي رئيس تلموس تاع معموره، والسي الدحيم تاع السكنيه، وكاين اغناوي ديليغي بروفيسيون داجور دي سبور، وكاين زاكوني انجي تراكم كيربان، وكان علي بوزها. المهم كان واحد كاع الممثلين تاع اللي مهتمين بالشان الرياضي في قنيطره كانوا حاضرين، وخرجوا بواحد اتفاقيه باش تبنى حلبة ملعب الصويري، الحلبة في ملعب الصويري.
بمعنى ان سميتو الملعب الصويري 99 تخصص الالعاب القوة، خاص بالالعاب القوة، وكان ترصدت ليه واحد سميتو واحد المبلغ مالي تقريبا بالنسبه للحلبه 832000 درهم الحلبه، وليفيستير ويدوش حيت راه كاين ليفيستير وكاين لي جوج واحد 457000 درهم، واللوجمون الكارديان هي كاين باقا واحد 147000 درهم، والكلوزور اللي كانت ما بقاتش واحد 463000 درهم، هي في المجموع عليهم تقريبا 1,900,000 درهم اللي تخسر في هذا سميتو، هذا من سميتو من المال العام، واللي مول هذا لابيس هو المجلس الاقليمي. السلام عليكم، السيد بن الهاشمي محمد، رئيس جمعية الأولمبيك القاسمي لألعاب القوى، ونائب رئيس العصبة بن حسن شرد الغرب. باسمي وباسم جميع المكونات والجمعيات المنضوية تحت الجامعة الملكية لألعاب القوى، بما في سيدي حيا، سيدي سليمان، الجرف، بلقصيري، سوق الأربعة، تنستنكروا هذا العمل يعني اللي قامت به هذه الجهات، وهذا الملعب احنا تنعرفوه من الستينات، وهاد الاخوان هنا كانوا يتدربوا فيه، وباسمنا حتى احنا كنا تنجيو تندربوا فيه وتندربوا فيه مباراه الرياضيه، وبانه يعني انتج ابطال يعني من كل الانواع الرياضات العاب القوى، ولهذا تنطلبوا الكف على هذه التجاوزات اللي راها قايمه بهم هاد الناس هاد الجهه المعنيه. هذه الرياضه تعد من ام الرياضات، وشكرا جزيلا. اتاسفت كثيرا عندما سمعت ما جاء على لسان كل واحد، فملعب الصويري فهو معلمه تاريخيه لرياضه العاب القوى. ملعب الصويري الذي توفي فيه شخص كان يوميا بالملعب، الاخوان اللي جاوا ياخذوا الملعب ديال الكره وبغاو يستوليو وبغاو عندهم اهداف اخرى، حنا عندنا ناس اللي ضحاو من اجل رياضه العاب القوى. السيد رايب عليه الصور تقريبا نهار، خصنا نضرب بهذا المنطق، خصنا نضرب بالاخوان ديالنا ديال المعاقين، خصنا نضرب بال كما قال الساعه كوش العاب المدرسيه. صراحه والله العظيم انا اتاسف ما اسمعه اليوم، تنظموا تظاهرات كبرى هنا بهذا الملعب الصويري في هذه الحلبه الترابيه. جد الحب الملك، رئيس نادي المغرب العربي القنيطري لألعاب القوى، نائب الكاتب العام ديال العصبة غرب شرطة بن حسن. أنا بطبيعة الحال مع الخروج ديالنا من واحد الاجتماع ديال الإخوان الزملاء ديال النوادي المختلفة، ناقشنا واحد الموضوع اللي شوية صعيب بزاف، وهو الاستيلاء ديال الأرض ديال الملعب ديال ألعاب القوى اللي مختص ألعاب القوى، دخل دابا الناس ديال كرة القدم، وهذه العملية هذه جات هكا يعني بحال كنقولوا خاص اطار القانون. وانا بصفتي استاذ التربيه البدنيه كنذكر ان العاب القوى المؤسسه التعليميه هي لاباس ديال العاب القوى، ملي حيدوا لنا هذا الملعب هذا العدد نقص، حتى الامد اللي ممكن نمشيو نقلبوا عليهم المؤسسه التعليميه باش نجيبوهم من هذا الملعب هذا اللي في السونتر ومؤمن قريب في زمان العداء او التلاميذ ممكن يجيو لهنايا، وهذا مكان قريب. دابا العمليه اللي كيقوموا بها الاخوان كلهم كل واحد في قنت، شي في الغابه شي في يعني ما بغيناش نوقفوا العمل، غادي نبقاو مستمرين في العمل، ولكن غنبقاو مستمرين حتى في النضال على اساس ان هذا الملعب تصير رجع للموالي صحابه، وصحابه هما الناس ديال العاب القوى، و ميم طون نرجعوا لذاك الاشعاع اللي كان هذيك المجموعه ديال التلاميذ. دابا هنا دايره غير بهذا الملعب هذا اللي واقفين فيه، دايره به تقريبا واحد 30 مؤسسه تعليميه، هذه المؤسسه التعليميه اللي وقع احتلال ديال هذا الملعب هذا شدوا البيبان، ما بقاوش كيجيو، ما عندناش التلاميذ ما بقاوش كيجيو لهنا، لان ما يمكنش يمشيوا للغابه ولا يمشيوا لاماكن بعيده، ولذلك كنطلبوا المسائل هي غدا المجلس البلدي
دار المسائل ديالو. حنا غاديين كاين هذاك، غير ما بغيناش نكون واحد هناك واحد الصراع ما بين الرياضات. ولا حنا الرياضه هذا الملعب هذا كان كيتلعب فيه الكاك، كان كيلعب فيه السبوك، كان كيتلعب فيه العاب قوى، كان كيتلعب، كان عندنا واحد كل رحب صدر كانوا كيلعبوا معنا، كنا كنتشاركوا مع بعضياتنا، كان عندنا مسائل عاديه. ولكن ما ولا هذا حنا ما نقدروش دابا ندخل من ولا الفوت، الفوت كيشد على كل شيء، وهذا هو هذه الطامه الكبرى يعني ام الرياضات ام الالعاب، ولات بقى عليها واحد النوع ديال الحيف، وهذا الحيف خصنا يترفع علينا. صافي هذا الشيء اللي كاين، 27 جمعيه، هنيئا لهم وهنيئا لعصبتنا، ويدا في يد من اجل غد افضل ان شاء الله برياضه الالعاب قوى في عصبتنا وفي جهتنا والتراب الوطني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.